أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله. وكما جرت العادة في مثل هذه المناسبة، فبعد هذا الحفل، حفل التهاني الذي تقدمه مختلف الشخصيات إلى جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله، فإن جلالته سيوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. هكذا تقبل جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله، الذي كان محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل سيدي محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي هشام، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل التهاني بمناسبة حلول عيد العرش المجيد. وقد حضر بهذه المناسبة إلى الرباط ممثل الجالية المغربية من مختلف الأقطار، يحملون معهم تهانئ إخوانهم إلى قائد الأمة جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله. وحينما نتحدث عن الجالية المغربية في الخارج، فإننا نعرف الرعاية السامية والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله لهذه الفئة من أبنائه ومن رعاياه الأوفياء في الخارج. وكل ذلك يظهر الحب المتبادل بين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وبين كل أبناء رعاياه، سواء داخل المملكة أو خارجها. صاحب الجلالة وقد استعرض حفظه الله تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت لجلالته التحية الرسمية. وفي نهاية هذا الحفل يقيم جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله حفل شاي على شرف كل الحاضرين بهذه المناسبة الغالية، مناسبة عيد العرش المجيد. وقد عرفت خلال هذه الفترة مختلف عملات وأقاليم المملكة تدشين العديد من المنجزات الإنمائية، منجزات ستعود بالخير على كل أبناء شعبنا، منجزات تؤكد المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا في جميع المجالات، سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية. وكما أشرت إلى ذلك،
إن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نسأل الله سيوجه بعد قليل خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العازم، نستقبل في مثل هذا اليوم من كل سنة ذكرى عيد العرش المجيد. نرتاد في غمرة الأفراح والمسرات مغانية، ونتوقف عندها نستجلي دلالاتها ونتملى مغازيها، نستلهم منها العزم على مواصلة البناء والتشييد، ونستشرف على عتبة كل ذكرى الطموح إلى المزيد. إن هذه الذكرى التي قيد الله لنا أنت وأنا أن احتفلنا بها طيلة 31 سنة ليست عيدا كسائر الأعياد، ولا تخلد إقامتها مجدا واحدا بين الأمجاد، بل عيدك الوطني الأسمى جماع المفاخر والرباط الذي يشد حاضرك إلى تاريخك القديم الزاهر، حيث اكتمل لتأسيس العرش أزيد من 12 قرنا عاشتها بلادنا في ظلاله تألقا ومساهمة ومنا. وإذ نحتفل بهذا العيد ممجدين ما يرمز إليه من قيم سامية، ومكبرين فيه ما يمثله ويحتضنه من مثل زاهية، فإننا نقف بذلك وقفة في موعد مع التاريخ مستحث منها الهمم على التشبت بتلكم المثل والقيم، وتهيب بنا أن تؤلف عهودنا ماضيا وحاضرا ومستقبلا لوحة زاهية الألوان، أو تحاكي شجرة سامقة ممتدة الغصون يانعة الأفنان لا انفصام بين جذورها الضاربة في القدم ونتاجها المعطاء الموصول، ولا قطيعة بين ما حفلت به بالأمس من عطاء وما تحفل به اليوم وما هو منتظر منها في الغد ومأمول، لنصرف بذلك فعلنا في جميع الصيغ والأزمان، وليكون حاضر المغرب خليقا بماضيه الزاهر ومستقبله أعطى وأزهى مكاسب ومفاخر. إن هذا العيد شعبي العزيز عطاء من والد المرحوم والجيل السابق من شعبه، فرضاه وانتزع الاعتراف به في ظروف عصيبة من عهد كفاح التحرير، كان يراد فيها من المغرب أن ينسلخ عن جلده ويجتث من جدره، فكان التعلق بالعرش تشبتا بالكرامة والتاريخ والسيادة، وكان التحام الملك والشعب الدرع الذي تكسرت عليه المؤامرات والمكائد
وانتصرت به في النهاية إرادة الشعب والقائد. وقد ورثنا أنا وأنت الاحتفاء بهذا العيد سنة حميدة ومأثورة فريدة، ومعها ورثنا ما ترمز إليه من مفاخر وأمجاد حققتها الأجيال السابقة من مواكب الآباء والأجداد. وإذا كان الله قد استأثر بواسع رحمته والدنا وهو وشعبه ينعمان بمصول المحبة المتبادلة، فقد انتظمت بيني وبينك منذ أن يلقى الله إلي بمقاليد أمورك رابطة حب مكين تناغم فيه قلبانا، وهما في الحقيقة قلب واحد، مثلما تمكنت فيه بالأمس رابطة الحب بين الشعب ووالده القائد، وفاء لعهد نحمد الله عليه أن ظل بيني وبينك موصولا، إن العهد كان مسؤولا. شابي العزيز، إننا ونحن نحيي اليوم الذكرى 31 لتربعنا هذا العرش العظيم، تغمرنا العزة نشوة العزة والفخار بما حققناه معا من منجزات طيلة العقود الثلاثة الماضية، حيث عملنا لإنجازها بإرادة مشتركة وصادق يقين وبعز وبعزم لا يكل ولا يلين. ولقد واجهتنا على طريقنا صعوبة دللناها وحاولت أن تصدنا عن مواصلة السير مكائد حطمناها، وكانت الحصيلة والحمد لله إيجابية، فما كان الله ليخذل من ممن التجأ إليه ولا ليخيب رجاء من توكل عليه. ويعود نجاحنا في اجتياز مسيرتنا الضاطرة إلى التحام الجبهات الداخلية المرصوصة من حولنا والتي نعي أنها خشبة النجاح، فلا نفتأ نصونها ونلحمها، جامعين شتات الأمة، رائبين صدعها، دافعين عنها غوائل الشرور والأضرار، مؤمنين لها في سيرها توقي التعثرات والأخطار. إن الجالس على عرش هذه البلاد الذي تدعوه الأقدار وتصطفه لقيادة الشعب يصبح بمقتضى تسنمه دور المسؤولية العظمى القائد المطلع بشؤون الأمة وأعبائها، والأب العطوف الراعي للأسرة الكبيرة الدافق قلبه بحب أعضائها، المترفع فوق خلافاتها ونزعاتها وهيئاتها. فالأمة كلها له بجماعاتها وأفرادها، ومثلما هو للأمة جمعاء لا ينبض قلبه إلا بمشاعرها وأحاسيسها. وهذا الدور الأساسي والخطير أوكلته التقاليد المرعية على مدى العصور إلى ملك المغرب، وكرسه الدستور في مقتضيات أقرتها إرادة الأمة التي جعلت من العرش مؤسسات ومن النظام الملكي النظام الوطني الثابت للأمة. وتقيدا بذلك حرصنا طيلة سنوات عهدنا على القيام بدورنا التاريخي الدستوري كاملا، فمارسنا سلطاتنا كأمير المؤمنين وحامل الملة والدين والحارس اليقظي لسيادة المغرب ووحدة الكيان والقائد الموجه والممثل الأسمى للأمة. لم نبخل في هذا السبيل بوقت أو جهد أو تضحية، مسترخصين في ذلك كل ثمن ولو كان الأغلى، مؤترين تحمل المكاره في حق المثل والقيم، فذلك عندنا أطيب وأحلى، متزودين من مدرسة كفاح والدنا أغنى الدروس، وهي المدرسة التي استرخصت في سبيل الله الأرواح والنفوس.
ولقد كانت الرهانة التي راهنا عليها عندما أنيطت بنا المسؤولية العظمى وأنطنا بكسبها سياسة حكمنا في الحجم الكبير، كانت تبدو في كل مجال صعبة المنال وتظهر في شكل تحديات تعز مغالبتها، لكننا جعلنا منها خياراتنا الأساسية التي لا رجعة فيها، ووطدنا العزم على التغلب عليها مراهنين على قدرتنا وقدرة شعبنا على اقتحام كل عسير. كانت شعبي العزيز هذه الرهانات تتمثل في استكمال الاستقلال وبسط السيادة على تراب المغرب الموحد في حدوده الحقة، باسترجاع ما بقي مغتصبا من تراب مملكتنا، كما كانت تتمثل في جعل الاستقلال أساسا وغاية لتحرير الفرد وتعزيزه بتوفير الحرية الفردية والجماعية. وكان من بين هذه الرهانات تأهيل شعبنا وتمتيعه بالنظام الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية التي هي غاية الديمقراطية السياسية، إذ هذه بدون الأولى مجرد شكلية مظهرية. كما كان من بينها تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية وإقامة ليبرالية سياسية عن طريق التعددية التي أمسكنا بقصب السبق إليها داخل عالم الجنوب في وقت مبكر عندما نص دستور سنة 1962 على أن الحزب الوحيد ممنوع، ودستور سنة 1970 ودستور سنة 1972 على أن الحزب الوحيد نظام غير مشروع. كما رهنا على إقامة المغرب العربي الكبير وعلى تبويء بلادنا مكانتها بين الأمم وقيامها بدورها التاريخي الرائد في العالم العربي والإسلامي. وإذا كنا أقررنا في الدستور أن الإسلام دين الدولة، وقد كنا دائما حريصين على تطبيق تعاليم الإسلام في انفتاح وسماحة تقيدا بالإسلام الحق، وعملنا على أن يظل المغرب النافذة المفتوحة على العالم والمنعطف الواصل بين القارات وأرض الحرية واللقاءات، في إيمان لا يتزعزع بفوائد التعاون الدولي والالتزام بمقتضياته. فمن فضل الله علينا وتوفيقه أننا نجحنا في تطبيق معظم الخيارات وفي كسب أغلبية هذه الرهانات. المغرب في الداخل يتميز بميزة الاستمرار وطابع الاستقرار، وله في الخارج مكانته الفضلى وسمعته المدلى. الحمد لله على جميع ذلك وشكرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شعبي العزيز، تتلاحق السنون ولا تتشابه إلا في النادر، وهذا بخلاف القول المأثور التاريخ يعيد نفسه. نعم، إن الأحداث الدولية التي عشناها أخيرا لم تكن في غالبها سوى استمرار لما سبقها من أحداث، لكن يبقى أن كل حقبة تتميز بوقائعها في الظاهر على الأقل، وهو ما يجعلها غير معزولة تماما عما قاربها من أحداث في الماضي القريب. إن العالم يتغير على مسامعنا وتحت أبصارنا، وإننا نشهد نشوء خريطة سياسية جديدة تزحزحت بفعلها أرضية التحالفات بعد أن كانت ثابتة صلبة أمس، ولقد هيمن على عالم ما بعد الحرب طوال أزيد من 40 عاما عملاقان وكان يتصارعان في حرب دائمة باردة بالنسبة لهما، ولكن حقيقية
وساخنة في أقطار وجهات كانت تنوب عنها في خوضهم. وقد انهار أحد العملاقين بأفول نجم الشيوعية وسقوط النظام الشمولي الذي كان يشكل ركيزتها، وهكذا أصبح العالم يعيش ظاهرة أحادية القطب. فهل نشكو من هذا الوضع الجديد أم ننشرح لقيامه؟ هذا هو السؤال المطروح. وفيما يخصنا لا يمكننا إلا أن نعتبر أمرا إيجابيا التقدم الذي حققته الديمقراطية وما ترتب على ذلك من فوز المبادئ والقيم التي تعد أساس حياة الشعوب والأمم المحبة للعدل والحرية. لكننا مع ذلك لا نغالط أنفسنا، علما منا أن الديمقراطية التي يفوء إليها جميع الناس والتي تصلح لهم، يجب لتلك الديمقراطية إذا أريد لها النجاح أن تتوطن وتمارس بمقادير مدروسة ليتم تكييفها مع الواقع المعيش. فالديمقراطية قبل أن تسجل في القوانين أو الدساتير هي أولا مجموعة من التقاليد التي يردها جيل عن جيل، والتي تقتضي هي نفسها نمطا معينا من الحياة. فإذا أريد زرعها عنوة وبشكل عنيف في مناخ يفتقد الجذور الملائمة، انتاب المجتمع خطر التفجر الذاتي. والأمثلة وفيرة في المجموعات الإنسانية أو المجتمعات التي لم تقوى على هضم ما يراد تغذيتها به في هذا المجال فلم تنجح في هذه التجربة. نحن نعتقد عن أنه عندما تحل المحنة يستحب أن تسود الحكمة، وهذه الحكمة تلازم السياسة المتبعة تجاه الأشقاء والحلفاء والفرقاء. ولقد سجلنا بعظيم الارتياح التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين جزائريين من المستوى الأعلى المؤكدة تمسك الجزائر الشقيقة تمسكا عميقا باتحاد المغرب العربي، وعزمها على بذل قصارى الجهود لتعزيز الاتحاد وإنمائه. وهذا يدخل بالغ السرور على كل مواطن من مواطن المغرب الكبير. إن دستور اتحاد المغرب العربي يلبي حاجة ماسة لجميع الشعوب التي كانت منذ توحدها في كفاح التحرير تطمح دائما إلى إقامة مجموعة متجانسة مترصة لمواجهة التحديات مجتمعة على كلمة سواء. واليوم يتعين أكثر من أي وقت مضى أن لا نخيب رجاء شعوبنا، وأن نظل أوفياء لطموحاتها المشروعة. إن المصاعب كثيرة والطريق ما يزال محفوفا بالأشواك والمسافة طويلة، لكن إرادة الوحدة يجب أن تبقى عندنا راسخة لنتخطى الحواجز التي تعترض سبيلنا. إننا نتطلع بكل إخلاص وصدق إلى بناء اتحاد المغرب العربي في ظل الأخوة والتضامن والوفاء، ليكون ذلك البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، وليشخص بذلك حقا وصدقا إرادة شعوبنا في تمتين عرى التفكير. العزم منا دائما على أن يبقى توجهنا مسايرا للتغيرات التي يعرفها مجتمعنا والتي يطمئن إلى خياراتها شعبنا.
ومن هذا المنطلق قمنا أحيانا بإعادة النظر في مؤسساتنا لجعلها ملائمة لتطور شعبنا ولمستوى نمائه وتقدمه. واليوم نعتقد أن الظرف الحاضر ملائم لإنجاز ما كنا أعلنا عنه منذ أزيد من سنة بشأن إعادة النظر في مقتضيات الدستور الحالي. لذا سنتقدم إليك شعبي العزيز بمشروع دستور مراجع، وسنعرضه عليك بواسطة الاستفتاء لإقراره. سيشمل المشروع بصفة أخص مراجعة مقتضيات الدستور الحالي المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي، على أن يظل استقلال القضاء مضمونا وخيارا لا رجعة فيه. وستتضمن المقتضيات المطروحة للاستفتاء أيضا إقامة توازن أحسن وأفضل بين سلطتي التشريع والتنفيذ، وستحرص على توفير المزيد من العدالة للمواطنين والمزيد من الفعالية لمماصرة السلطة من لدى المسؤولين، سواء منهم من يستمد مسؤوليته من نيابة شعبية أو من يمارس مسؤوليته على صعيد الإدارة والحكومة. وهكذا سيدخل المغرب في أحسن الظروف النجاح بحول الله وقوته العهد الجديد الذي ينتظر. شعبي العزيز، في هذه اللحظة التاريخية المجددة للقائنا بك على عتبة الذكر، يكون لزاما علينا أن نقف وقفة اعتبار والذكر، وأن نترحم بخشوع وإكبار على روح باني المغرب الكريم ومحرره القائد العظيم أبي الأمة المغربية وحامل مشعل الكرامة والحرية جلالة والدنا المنعم محمد الخامس المكرم. إن فضله علينا وعلى هذا البلد فضل تتوالى الأجيال على النطق بشكره وتتسابق للإشادة بقدره. ولا غرو في الشعوب سخية في طباعها، تظل وفية لمن أحسن إليها ومتعلقة معتزة بمن خدمها ورعاها وحدب عليه. ولقد أعطى والدنا لشعبه بدون حساب ولا منة، ومن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. فاللهم نسألك أن تبوئه أطيب مآب وتزيل له الرحمة والثواب، وتجعله في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من عبادك المخلصين. ولنلتفت التفاتة العطف والرضا إلى قواتنا المسلحة الملكية وقوات الدرك والأمن والقوات المساعدة، وخاصة من يقفون منهم لدرء غائلة العدوان على ثغر الصحراء، ساهرين على أمنه وسلامة يا سكانه، رعايانا الأوفياء المتشبتين بمغربيتهم، المتمسكين بهويتهم، المرابطين في ذلك الثغر المجاهد صادق الولاء وملب النداء ليعيش المغرب من أقصاه إلى أقصاه في وحدة كاملة لا تمتد إليها يد طامع، ولا يحول دون استمرارها التاريخي عائق أو مانع. ونتوجه إلى الله العلي القدير أن يمطر شآبي بالرحمة والرضوان والتواب والغفران على روح شهدائنا الأبرار الذين وهبوا أنفسهم في معركة التحرير واستشهدوا بعزم وإصرار.
اللهم إنك عليم بذات الصدور، وأنت تعلم كوامن صدري، وتعلم أني نظرت لشعبي قلبي وأخلصت له حبي، وأني منذ أوليتني أمره سعيت ما استطعت لإسعاده، وأني ما أزال أطمح إلى أن أعطيه أكثر وأوفر له من التقدم والنماء ما هو أوفر. فاجعل لي اللهم منك وليا ونصيرا، وقوني وكن لي معينا وظهيرا، ومتني اللهم رابطة المحبة بيني وبين شعبي، وأديم علينا نعمة تبادلها، وألهمني أن أكون على ما أولتني وأوليته ذلك العبد الشكور لنعمة مولاه، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله العظيم، والسلام عليك شعبي العزيز، ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرى عيد العرش المجيد الذي يخلده المغرب اليوم، حفل استقبال بالقصر الملكي تقبل خلاله العاهل الكريم التهاني بالمناسبة المجيدة. خيارات المغرب، كسبه للعديد من الرهانات، مشروع دستور مراجع يتم عرضه على الشعب بواسطة الاستفتاء، إلى جانب الاستفتاء التأكيدي لمغربية الصحراء، محاور ركز عليها خطاب العرش. في بروكسل، المندوب الأوروبي يقترح اعتماد نظام الشراكة في مجال تحرير المبادلات مع المغرب، تونس والجزائر. قررنا أن نطلق على فوجكم اسما عزيزا علينا، اسما يمثل المفاخر، اسما ترك في التاريخ حروفه مكتوبة بماء الذهب، اسما صارت بذكره الركبان، وأصبح للجميع أحسن مثال، ألا وهو اسم السلطان عبد الملك السعد. ذلك الملك الذي أسدى لهذا البلد ما أسدى، ذلك الملك الذي كان مسلحا بثقافة واسعة ورؤية بعيدة، الذي كان كذلك معززا بمعرفته للمناخ الجهوي الذي يحول بالمغرب، سواء في شمال البحر الأبيض المتوسط أو في غربه أو في شرقه. فكونوا رعاكم الله جديرين بهذا الاسم، فاهمين لمعانيه ومغازيه، واعلموا وفقكم الله أنكم من تلك النقلة الطيبة التي ستشرف مع من سبقها ومن يتلوها،
التي ستشرف على القرن المقبل. واعلموا رعاكم الله أن السنين الماضية وبالأخص من 1976 إلى يومنا هذا أعطى الله سبحانه وتعالى لمن سبقكم في ميدان التضحية أعطاهم الله مناسبة وفرصة تاريخية ليظهروا من جديد ما يتحلى به الضابط المغربي وما يتحلى به الجندي المغربي، فكتبوا على رمال الصحراء أسطورة لا تفنى وملحمة لا تبلى. فإذا أنتم مقيدون بمن سبقكم، فكونوا دائما إما مثلهم أو أحسنهم. وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، وفي طريق الوطنية الحقة في طريقها أودعكم وترككم دائما، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله. القسم، أقسم بالله العظيم أن أخلص لله ولملكي وأن أتفانى في خدمة وطني ودفع كل خطر يهدده وأن أنفذ أوامره قائد الأعلى صاحب الجلالة صاحب الجلالة. أدى فوج السلطان عبد الملك السعدي القسم بين يدي جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله وجلالته، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد منسق مكاتب ومصالح الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بلباس البحرية الملكية. جلالته يستعرض في هذه الأثناء الوحدات العسكرية لأفواج الضباط العاملين والضباط الاحتياطيين المتخرجين من الأكاديميات والمدارس الملكية العسكرية. وتقف هذه الوحدات في نظام وانتظام تحيي قائدها الأعلى بعد أن قدمت أمام جلالته قسم الولاء والإخلاص للشعار الخالد الله الوطن الملك، قسم الكفاح والدفاع والاستمرار في بناء المغرب الواحد الموحد. ويكتسي أداء القسم هذا التقليد الأصيل دلالات ورموزا خاصة، لأنه ينظم تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وينظم كالعادة داخل القصر الملكي في إطار تخليد ذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 31 لتربع جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله على عرش أسلافه المنعمين. صاحب الجلالة محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد منسق مكاتب ومصالح الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بلباس البحرية الملكية، يستعرض مختلف الوحدات التي تشكل فوج السلطان عبد الملك السعدي. فوج عبد الملك السعدي يمثل الأكاديمية الملكية العسكرية والمدرسة الملكية للطيران والمدرسة الملكية البحرية ومدرسة الدرك الملكي والمدرسة الملكية للطب العسكري ومركز التكوين التابع للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
كما يضم خريجي مدرسة استكمال تكوين الأطر بوزارة الداخلية وضباط القوات المساعدة ومدرسة مهندسي المياه والغابات وخريجي المدرسة المحمدية للمهندسين والضباط الاحتياطيين للخطوط الملكية الجوية وضباط الأمن الوطني وضباط الجمارك، ويبلغ عدد الضباط الممثلين في هذا الحقل 733 من بينهم 35 ضابطا. كما توجد وحدة تمثل مختلف أسلحة قواتنا المسلحة المرابطة في الأقاليم الصحراوية من 60 ضابطا. يحضر حفل أداء القسم أعضاء الحكومة، يتقدمهم الوزير الأول الدكتور عز الدين العراقي ورئيس مجلس النواب السيد أحمد عثمان ومستشار صاحب الجلالة وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط. بعثة التلفزة تودعكم من القصر الملكي بالرباط. وعشية اليوم توجت الاحتفالات الرسمية المقامة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بحفل الولاء الذي تقبل فيه جلالة الملك نصره الله الولاء من وزير الداخلية والإعلام سيد إدريس البصري ومساعديه الأقربين وولاة وعمال جلالته والبشوات ووفود مختلف العمالات والأقاليم. مراسم حفل الولاء بالمشوار السعيد بالرباط. المشوار السعيد تنبض كل جنباته بالعهد الصادق والرباط المتين والبيعة التي تحملها هذه الوفود، يحملها الأبناء كما حملها الآباء لهذا العرش المجاهد، بيعة أساسها العقيدة والشخصية والهوية والولاء. ويترأس حفل الولاء صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد أمير سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي هشام، وجموع المواطنين هنا التي تملأ هذه الجنبات كلها بيعة وولاء وشوق لمعانقة موكب صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. وتحضر هنا وفود الدول الصديقة والشقيقة التي جاءت لمشاركة المغرب أفراحه في ذكرى عيد العرش المجيد. ويتقبل صاحب الجلالة في هذه الأثناء ولاء وزير الداخلية السيد إدريس البصري ومساعديه الأقربين والسادة والولاة والعمال والباشوات ومديري الإدارة المركزية ووفود الأقاليم، ولاء الوفاء للأهداف التي اخططها باني المغرب الحديث جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. المنطقة الجنوبية مخايك عم سيدي الله يعاونك سيدي. لتقديم الولاء إلى جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله المنطقة الجنوبية وتضم أقاليم أكادير ورزازات العيون طنطان بوجدور تارودانت كرمي وادي الذهب سمارة طاطا وأسازاد.
إنه ولاء الإيمان وولاء الاعتزاز بالشخصية المغربية الوحدوية. إنه الولاء للعرش المجاهد. منطقة تنسيفت تقدم ولاءها لجلالة الملك، وهو ولاء دائم لرمز وحدتنا واستمرار تاريخنا وقائد نضالاتنا جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. منطقة تنسيفت وولايات وعمالات وأقل مراكش المنارة ومراكش المدينة وسيدي يوسف بن علي والحوز وشيشاوة وآسفي وقلعة سراغنا والصويرة. المنطقة الوسطى سيدي. بعد منطقة تنسيف تتقدم المنطقة الوسطى وتضم ولايات وعمالات وأقاليم: الدار البيضاء، أنفا، بن مسلك سيد عثمان، المحمدية، سطات، الزلال، الحي الحسني عين الشق، الحي المحمدي عين سبع، الفدا السلطان، سيد بنوسي زناتة، بني ملال، بن سليمان، وخريبكا والجديدة. إنها حضرات النظارة الكرام ذكرى عيد العرش المجيد، ذكرى تتفجر بمعاني الصدق والوفاء بين القمة والقاعدة في أجل الصور وأبهى المعاني. المنطقة الشمالية الغربية التي تضم ولايات وعمالات وأقاليم الرباط، صخيرة كمارة، الخميسات، العرائش، طنجة، سلا، القنيطرة، تطوان، سيدي قاسم وشفشاون. ولاء وفاء وإخلاص وعهد على طاعة أمير المؤمنين ملك التحرير والتوحيد وباني المغرب الجديد. المنطقة الوسطى الشمالية وتضم فاس جديد، دار طبيبة، فاس المدينة، زواغ مولاي يعقوب، صفرو، دولمان، تونات، تازة والحسيمة.